المردود المتوقع في هذا المرشين المحوريين 58 الطائرة هليكوبتر. السنة هذه عندنا تقديرات نتاع حوالي 910,000 قنطار في مساحة تقدر بحوالي 21,000 هكتار بجميع أنواع الحبوب، ومن بينها كان حوالي 730,000 تاع قمح صلب، وحوالي تقريبا 7,000 قنطار نتاع يعني قمح لين. ولاية أضرار على كل حال الطاقات نتاعها الإنتاجية يعني معروفة ماشي اليوم، وإنما كان تزايد في الإنتاج وتزايد وتيرة يعني حتى واستعمال كل الوسائل التقنية والمسار التقني. يعني شفنا زرنا في ثلاث أيام هذو اللي راني متواجد هنايا، زرت بعض المزارع منها مزرعة التعاونية الحبوب بقول جفالي ولاية أضرار، وين الناس يعني يطبقوا في المسار التقني، وين شفنا يعني ما كانش تقريب اللي يكون معدل إنتاجه يكون أقل من 50، الشيء اللي شفناه على كل حال واللي لاحظناه.